امبارح المساء أقيم حفل توزيع جوائز كلوب سكر في نسخته الـ 12 في دبي ضمن إطار فعاليات الدولة 16 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي وعدد كبير من نجوم ومشاهير كرة القدم العربية والعالمية. أخبار الحفل من البارح فايرل على السوشيال ميديا، خاصة أنه ضمن نجوم الفوتبول اللي عندهم فانس في كل العالم، وإيطاليا البارح كان لها الحصة الأكبر من الجوائز ومن ضمنهم Best Goalkeeper of the Year جان لويجي دوناروم و Best National Team of the Year Italy. ومن أبرز كمان الفائزين في الليلة دي كان رونالدو اللي غاب عن الحفل، وأيضاً روبرت ليفاندوفسكي ورونالدينيو واللاعب الفرنسي كيليان إمبابي، ودانا كمان كانت هناك. فاز الفرنسي كيليان مبابي بأهم جائزة في النسخة 12 من دبي جلوب سوكر أوردز، وهي جائزة أفضل لاعب في العالم حسب تصويت الجمهور اللي شارك في اختيار الفائزين. It's a big pleasure to see all the big players here, the big legend, the big name of the football. It's a big achievement for me. بينما فاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي اللي حضر مع زوجته على جائزتين، ففاز بجائزة أفضل لاعب في العالم وفقاً لاختيار مشجعي منصة تيك توك حول العالم، وبجائزة أحسن هداف لعام 2021. I want to say thank you to all fans who vote on me and who support me every single day because that's mean a lot. Even the last two years that playing without the fans the last months in Germany we play without the fans is so difficult and so big challenge for us. وهالليلة ضمت كوكب من أفضل لاعبي العالم في كرة القدم الحاليين والسابقين من رونالدينيو اللي حاز على جائزة أفضل مسيرة رياضية أو باتريك كلايفرت. You've got your son with you. Yeah, my son is here. Yeah, come. Come here. Come. Today. Good, thank you. Good, thank you. How excited are you to be here tonight with your dad? Really excited, to be honest. This is the first time. Really? Yeah. Okay. So super excited. Yeah. Beautiful. Is he one of the sons that plays football? Yes. He's the smallest one. Yeah. The Benjamin. But very, very proud of them. واللي كان فخور وسعيد بدعوته لها الحفل الرياضي هو سعد المجرد. كل شيء دبي حلو. دبي دائما سباقة بكل الإيفنتس العالمية، واليوم حدث كروي كتير مهم. أنت كتير بتحب الكرة؟ أنا عاشق للنتفرج في الكرة، يعني أحضر مع أصحابي وكذا كذا. فأفضل ما يعني ما أشجع فريق معين، بس بحب الكرة كتير، بحب أتفرج على الكرة. متحمس اليوم تشوف لعيبة معينين؟ Of course. نيمار، مبابي، هدول كلهم لعيبة. واو. أنا I love كريستيانو، I love ميسي، لعيبة كلهم واو. وهند بومشمر أيضا كانت متحمسة للقاء نجوم المستديرة بهالليلة. يعني متحمسة أني أشوف مبابي، أشوف كلهم، يعني الفرصة أنك تتصوري معهم يصير عندك يعني ملف من الذكريات. يمكن هالسنة أنه ما في ميسي وما في كريستيانو لأنه عندهم مباريات. وبالرغم من غياب نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو إلا أنه فاز بهالليلة بجائزة أفضل هداف في التاريخ. Unfortunately, I cannot be there tonight, but I just want to say thank you for this amazing awards. I'm so proud and very happy for this achievement. Thank you guys and have a good evening and I hope to be there next year. كما حصل ليوناردو بينوتشي مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي على جائزة أفضل مدافع لعام 2021. How does it feel to be awarded by the people? Yeah, it's the first time for me. I'm very honored and proud to be here. I want to stay here tonight for me is very very important. وحصل الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا على جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2021. How excited are you for tonight? Very happy to be here for this award. I'm delighted to be here. كما توجت الإسبانية أليكسيا بوتيلاس نجمة برشلونة بجائزة أفضل لاعبة في عام 2021 واللي حصلت الشهر الماضي على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعبة في العالم. You won the Ballon d'Or the other day and you made all the women in the world so proud. How does it feel? Muy especial, la verdad que el momento de la entrega del Balón de Oro fue súper especial y nada, espero que el año que viene continúe así de bien. All right, thank you so much. Enjoy your time.